يصل تسلط الضاء على تطور الأرضية الصحراوية وإلا يبادرون. مشكورون على هذه الجهد. كما أشكر بقية اللجنة كلها باسمه الأساتذة تمثيليات المجتمع المدني، وأشكر بصفة خاصة جدا وسائل الإعلام الجزائري، الصحفيات والصحفيين، هؤلاء المثابرون الصامدون اللي كل مرة وبدون كلام يبحثوا مجهودهم الخاص من خلال وسائلهم عن أي خبر له صلة بكفاح الشعب الصحراوي، له صلة بسمو الشعب الصحراوي، له صلة بحق الشعب الصحراوي تغير مصيره، ويقدموه في كل وسائلهم المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية ليصل كل العالم. لأنه لولاهم ونتيجة الحصار المضروب مختلف وسائل الإعلام الأخرى على القضية الصحراوية لبقية العالم بدون اطلاع على ما يعانيه الشعب الصحراوي خصوصا في المناطق المحتلة من الصحراء العربية. إذا جزيل الشكر لكل الصحفيات والصحفيين، لكل وسائل الإعلام من مدراء ومدراء تحرير وصحفيين مختصين ومتعلمين، يعني جزيل الشكر. وبدون شك ستعرف الجزائر يعني خلال الأشهر القادمة أنشطة كذلك تجمعنا مع بعض لنواكب ونواصل نضالنا المشترك من أجل الشعب الصحراوي الحق وتقرير مصيره واستقلاله، ومن أجل إعلاء صوت الحق، ومن أجل يعني أن تتقوى وتتمتن هذه العلاقة المتينة على التضامن والقوة والصداقة القائمة بين الشعبين الجزائري والصحراوي. وشكرا سيدي الرئيس.